الطلبه قالت يعني شي حاجه دوز دغيا باش ما تفلتش. قضي ونضي وفضي، قضي ونضي وفضي. ايه عفات الله ريبي فهمتش، عفات الله ريبي. علاش ما جابت عمك سمعتيها؟ اول مره. اول مره طلباني. انت ناضي كان ناضي ناضي كان مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في حلقة جديدة برنامجكم هرب الزنقة. اليوم خرجت شي لعام باش تسولو الناس شنو كتعني طلبة غير، كتدير أجوبة وتشوف فين تلاقاو من بعد. سيدي السلام عليكم. وعليكم السلام. مزيان الحمد لله. أمور طيبة. الله يلاه بخير. رزق الله. شنو كتبيع؟ نبيعو ملفي. ملفي، شنو كتبيع؟ نبيع بثلاثة دراهم الوحدة. كاين شي إقبال عليها ولا والو؟ لا والو. تبارك الله عليك، قول لي شنو كاين عليهم بحال الباكر. إيه عفات الله ريبي فهمتش. عفات الله ريبي. آه. علاش ما جابها؟ إيه. طلبة قالت يعني شي حاجة دوز دغيا باش ما تفلتش. شنو هي الحاجة دوز دغيا؟ بحال دابا شي همزة، شي بغيتي تشري شي حاجة زوينة عجبتك قبل ما ياخذها واحد تاخذها أنت. تزرب عليها. تزرب عليها تاخذها دغيا. تقضي الغرض. قضي ونضي وفضي. قضي ونضي وفضي. أنت ناضي كان ناضي. ناضي كان ناضي. مزعش. أودي راه كتعطي شي غير الفترة، قاطعين شوية. شنو هي تحل الباك؟ عمك سمعتيها؟ اخويا والو اول مره. اول مره تحل الباك. صح الباك ديال شي واحد كتفق معاه ولا شي حاجه يقولك صافي تحل الباك. ايوا تصير الله يقولك تحل الباك. لا راه داك المفهوم زعما فهمته، ولكن الشرح ديالو الشرح ديالو اللي صعيبه. اللي صعيبه قديمه ان شاء الله. قضي الغرض. صافي فاليديا. فاليديا واش كتحل الباك؟ كل وقت وقت ديما طاح الباك. ديما طاح الباك. ورد الباك ويطيح الباك شي حاجه من جل. لا لا مش خارج. نهضروا على الجواج حتى هو. ماشي نسير. انا وحده كنت باغيها. كنت باغي نطحن مع الباك. كنت باغي ناوي على الحلال كل شيء. الساعه جا واحد من الفاميله داها ليا. من الفاميله ديالك؟ من فاميلتي. ها هو ولد خالي داها ليا. يلاه واش غادي دير؟ دريه زوينه شلحه زوينه ديال الدار. حق حق منك الباك. ودابا مشكل عرفتي شنو واقع دابا اخوتي المغاربه؟ ورا الضحضه الدار ما كنعرفهاش حتى غن الساعه طاربيه حتى خطبت انا عندها هو. والله شتي هادشي اللي قال لي زرب عليه. كيمشيو معنا المصطلح كلشي عرفو، وانتوما في نظركم واش هي الاجابه الصحيحه؟ فهد طحال الباكات.